الله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. صدق الله العلي العظيم. طائرة فائقة السرعة سرعتها القصوى أكثر من ضعف سرعة الصوت، بهذه الطائرة تتمكن أن تقطع مسافة 2000 كيلومتر في أقل من ساعة. نفس هذه الطائرة من الممكن أن تركب فيها وتسير بها على الأرض بسرعة 20 كيلومترا، يعني قاطع مسافة 2000 كيلومتر بهذه الطريقة يحتاج إلى 100 ساعة. الطائرة هي الطائرة، الفرق بين الطريقة الأولى قطع 2000 كيلومتر في أقل من ساعة، والطريقة الثانية قطع نفس 2000 كيلومتر في 100 ساعة، الفرق في طريقة استخدامك واستعمالك لهذه الطائرة. القدرات التي جعلها الله سبحانه وتعالى ومنحها الله سبحانه وتعالى للبشر هكذا تتمكن أن تستعمل وتستخدم قوة بأعلى درجات إمكانها، وتتمكن أن تستعمل وتستخدم نفس تلك القوة في الدرجات الدانية. الفكر قوة كبيرة منحها الله سبحانه وتعالى للبشر،
هذا الفكر، تتمكن أن تستخدمه في أمور عادية جدا، بل في أمور هابطة أدنى من المستوى العادي. نفس الشخص يتمكن أن يستخدم فكره في أمور راقية جدا. والدليل الواضح على ذلك العباقرة، كثير من العباقرة بل أكثر العباقرة في فترات من حياتهم كانوا أناسا عاديين جدا، بل بعضهم كان دون المستوى العادي. الشخص نفس الشخص، الفكر الذي كان الآن يمتلكه في وقت عبقريته كان يمتلك هذا الفكر سابقا، ولكن كان يستخدم هذه القوة استخداما عاديا فكان إنسانا عاديا، استخداما دون المستوى العادي فكان إنسانا دون المستوى العادي، استخدم هذا الفكر استخداما قويا جدا أصبح عبقريا. الشخص نفس الشخص، الآلة نفس الآلة، استخدامها مختلف. سؤال: كيف نستخدم قدراتنا التي منحها الله سبحانه وتعالى لنا بمستويات راقية عالية؟ الجواب 3 خطوات. الخطوة الأولى: قناعتك بأن هذه القوة لها قابلية أكثر من الذي تستخدمها. القناعة، بدون القناعة لا تتمكن أن تستخدم الشيء أكثر مما تقتنع به. ثانيا: التخطيط، البرمجة، تبرمج كيف تستخدم هذه القوة بمستوى راقي عالي. ثالثا، الخطوة الثالثة: تطبيق هذا البرنامج الذي برمجته عمليا. نطبق هذه الخطوات الثلاث على مثال الطائرة. أنت تستعمل هذه الطائرة بسرعة 20 كيلومترا على الأرض، والطائرة سرعتها القصوى أكثر من ضعف سرعة الصوت، يعني أكثر من 2600 كيلومتر في الساعة. توجد طائرة على ما يقال، طائرة مشهورة. الخطوة الأولى: يلزم أن تقتنع أن هذه الطائرة لها قابلية السرعة القصوى، ضعف سرعة الصوت. يلزم أن تقتنع. بدون هذه القناعة ستستخدم هذه الطائرة بسرعة 20 كيلومترا على الأرض إلى آخر عمرك، لست مقتنعا بأن هذه الطائرة لها قابلية. الخطوة الأولى القناعة بأن الطائرة لها قابلية تتمكن أن تستخدمها بسرعة فائقة. الخطوة الثانية: كيف تستخدم هذه الطائرة بهذه السرعة؟ يلزم أن تطير. كيف تطير؟ تحتاج إلى مطار مناسب، تحتاج إلى مطار مناسب للهبوط، تحتاج إلى قائد للطائرة يعرف قيادة الطائرة، تحتاج إلى وقود، مبالغ، برمجة، تخطيط لكيفية استخدام هذه الطائرة استخداما بمستوى عالي. ثالثا: تطبيق هذه البرنامج، يعني تبني مطارا بالفعل، تأتي بطيار خبير يعرف القيادة، قيادة الطائرة هذه، تحصل على أموال للوقود وأمثال ذلك. حديثنا في هذا اليوم عن الخطوة الأولى فقط. إخواني، الدين فيه نقاط قوة كبيرة وكثيرة. كبيرة حجم النقطة، نقطة القوة، كثيرة كعدد. في ديننا نقاط قوة كبيرة وكثيرة، نقاط كثيرة من القوة عندنا في هذا الدين. بعض هذه النقاط، نقاط القوة،
نعرف أنها نقاط قوة، يعني نحن مقتنعون بقوة هذه النقطة. مثلا الصلاة، الصلاة ندرك أنها شيء عظيم، نقطة قوة في ديننا. الصيام ندرك عظمة الصيام. عيد الفطر نقطة قوة في ديننا، عيد الغدير نقطة قوة في ديننا، فترة شهر رمضان هذه الفرصة الكبيرة الروحانية ندرك أنها نقطة قوة ونفتخر. كثيرة نقاط قوة ديننا التي نعرف عظمتها، ولكن هناك نقاط قوة، عندما أقول نقاط قوة، نقاط قوة يعني أمور منحها الله سبحانه وتعالى بلطفه، أعطاكها بجوده، شيء يوجد القوة فيك، هي نقطة قوة أساسا، ولكن بعض المؤمنين لا يعرفون أنها نقاط قوة، يتعاملون معها تعاملا خجلا. عندما يريد أن يتكلم عن هذه الأمور بحياء يتكلم، خجل، يريد أن يتهرب بسرعة كأنها نقطة ضعف. مثلا المتعة، الزواج المؤقت، التقية، الشعائر الحسينية المقدسة وغيرها. عندما يطرح الحديث عن المتعة، عن الزواج المؤقت، نتكلم عن هذه النقطة بخجل، كأنها مأخذ على ديننا، كأنها شيء قبيح نريد أن نستره. ديننا يقر هذا الزواج، هذا النوع من الزواج، نريد أن ننهي هذا الكلام بسرعة. هذا معناه أننا نعتبر عمليا، نعتبر هذه النقطة نقطة ضعف. عندما يطرح موضوع التقية نفس الوضع، نريد أن ندافع عن أنفسنا بأننا معذورون نوعا ما في استعمالنا التقية، يعني نعتبرها نقطة ضعف عمليا، قناعة نفسية أنها نقطة ضعف. الشعائر الحسينية المقدسة، عندما يطرح موضوع التطبير أو غير ذلك من الشعائر الحسينية المقدسة، ندافع عنها بخجل، باستحياء. والسبب في ذلك الحرب الشعواء الطويلة على مدى قرون، الحرب الإعلامية الشديدة ضد هذه النقاط. شيئا فشيئا هذه الحرب أوحت إلينا في نفوسنا أنها بالفعل هذه النقاط نقاط ضعف. سنوات من التهريج، من التشنيع على المؤمنين بهذه النقاط. كيف يشنعون على المؤمنين؟ هؤلاء أصحاب التقية، يعني تشنيع. شيئا فشيئا بعضنا تأثر نفسيا، صرنا نصدق بالفعل التقية نقطة ضعف. التقية في موضعها، طبعا استخدام التقية في موضعها الصحيح. يعني الحرب أثرت فينا، ما أراده شياطين الأعداء، لا أقول الأذكياء لأن هذا ليس ذكاء، هذه شيطنة حسب الرواية الشريفة، الذي يعتبره الناس نوع ذكاء،
إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. الشياطين الأعداء كان هدفهم أن يبدلوا نقاط قوتنا إلى نقاط ضعف، بدلوها بالنسبة إلى بعض المؤمنين على الأقل. أصبحنا نخجل من هذه النقاط وهي نقاط قوة. ما المشكلة؟ لنعتبر هذه النقاط نقاط ضعف. هناك مشكلة؟ نعم، هناك مشاكل. المشكلة الأولى مشكلة إلهية. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذه النعم، نحن نتصرف مع النعم الله سبحانه وتعالى بخجل، نعتبر نعم الله سبحانه وتعالى أمور مآخذ علينا. هذا ليس كفران للنعمة؟ ما هو جزاء كفران النعمة؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. الباقي من الآية جدا صعب العياذ بالله. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كفران النعمة وراءه عذاب شديد. هذا ليس كفرانا للنعمة؟ الله عز وجل أنعم علي بهذه النعم، أنا أعتبر هذه النعم نقاط ضعف، هذا ليس كفرانا للنعمة؟ ما هو كفران النعمة؟ اترك كل المشاكل، هذه المشكلة الحقيقية، مشكلة مع الله سبحانه وتعالى. في يوم القيامة الله عز وجل يقول لي هذه النعمة كانت لك، لماذا تعاملت معها هذا التعامل بهذه الطريقة الدانية؟ ذي جواب؟ النعم الإنسان يرفع رأسه بها، يفتخر بها، لأنه يستحي منها. هذه المشكلة الأولى في هذه الطريقة السيئة في التعامل مع نعم الله سبحانه وتعالى، مشكلة كفران النعمة. الله عز وجل أنعم علي بنعمة التقية، نعمة كبيرة عظيمة جدا جدا، أنا أتعامل مع هذه النعمة بخجل، كفران لهذه النعمة. العياذ بالله تعالى. المشكلة الثانية نفس مشكلة الطائرة، طائرة تتمكن أن تسير بها بسرعة فائقة جدا، تسير بها بسرعة بطيئة جدا 20 كيلومتر بالساعة، يعني خسرت خسارة كبيرة جدا. نقاط القوة إذا استحيينا منها، إذا اعتبرناها نقاط ضعف لا نستفيد منها. لو كنا نعرف قيمة المتعة، قيمة أن الله سبحانه وتعالى شرع هذا الزواج، جعل هذا الزواج مشرعا لا مستحبا، استحبابا مؤكدا، لو كنا نعرف هذه النقطة في دين الله عز وجل لتمكنا أن ندخل بهذه النقطة ملايين من الناس إلى صراط الله المستقيم. اللهم صل على محمد. يا أخي نقطة قوة الله عز وجل أعطاها إيانا، استخدم هذه النقطة. ولكن عندما أكون غير مقتنع بعظمة هذه النقطة لا أتمكن أن أستفيد منها. كان المفترض بنا أن نرفع رؤوسنا. يقولون الناس عنا هؤلاء أصحاب التقية، نعم ارفع رأسك، قل نعم أنا من أصحاب التقية، التقية التي يقرها العقل والعلم معا، ارفع رأسك قبل أن يقول لك، قل للناس أنا من أصحاب التقية، استعمل التقية في الظروف الصعبة، هذا جزء ديني، افتخر، بين للناس عظمة هذه النقطة. الدين الذي لا تقية فيه دين ناقص بل دين باطل. أنا ديني دين صحيح،
عندي هذه النقطة. عندما يقولون هؤلاء أصحاب إلا التطبير، هؤلاء أصحاب الشعار الحسيني، قل نعم أنا أصحاب، من أصحاب التطبير، أنا أفتخر بالتطبير، التطبير نقطة قوة في ديني، أنا أجري دمي، لا أقول مواساة لدم الإمام الحسين، من أنا؟ لا أقول مواساة لدم عبد الله الرضيع، من أنا؟ أقول أجري دمي مواساة لقطرة واحدة من قطرات عبد الإمام الحسين جو، وأفتخر أتشرف، أنا منتسب لجون عبد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، هذه مفخرة، ارفع رأسك قل هذه الكلمة قبل أن يقول لك قل هذه الكلمة. لو كنا نحسن التصرف لهدينا ملايين من الناس بالتطبير، أحسن التصرف، هذه نقاط قوة في دينك. أحد العلماء في سنة من السنوات كان يوفق لشعيرة التطبير في كل سنة، في سنة من السنوات لظروف خاصة ما توفق، كان مهموما إلى السنة القادمة يوم عاشوراء عندما اشترك في هذه الشعيرة. هذا عالم، هذا يفهم، يفهم قيمة هذه الميزة التي ميزها الله سبحانه وتعالى المؤمنين بها، وغيرها من الشعائر الحسينية، لا أقصد هذه الشعيرة بالذات، عموما الشعائر الحسينية نقاط قوة، ارفع رأسك بها، افتخر بها، تصرف تصرفا صحيحا تتمكن أن تهدي الناس بهذه النقاط. نعم، الذي لا يقتنع بأنه يمتلك قوة لا يستفيد منها. أحد كبار فقهائنا، كبار فقهاء تاريخ الإسلام، أحدهم السيد علي الطبطبائي رضوان الله تعالى عليه، المشهور بصاحب الرياض، قبل أكثر من 200 عام توفي، سنة 1231 على ما ببالي توفي، شخصية مرموقة جدا من كبار فقهاء تاريخ الإسلام، عنده كتاب، مجموعة كتب، أهم كتبه كتاب الرياض، رياض المسائل، كتاب فقهي رصين دقيق في الدقة، من الكتب الأوائل في الفقه في المستوى في الدقة، كتاب جدا دقيق. ينقل، الله العالم، لا أعلم مدى صحة هذا النقل، البعض كتب في بعض الكتب هذا الشيء، بعض تلاميذ تلاميذه كتبوا عنه أنه في بداية أمره ما كان في هذا السلك، في هذا الطريق أصلا، ما كان في طريق طلب العلم، إلا بعد أن بلغ عمر الرجولية، لعله تعبير بعض الرجاليين الذين كتبوا عن العلماء، هذا التعبير أو قريب من هذا التعبير، عادة الذي يدخل في هذا الطريق يدخل في عمر مبكر، هذا لا، حسب ما ينقل دخل في هذا الطريق في وقت متأخر إلى حد ما، ولكن أصبح ذلك الشخصية الاستثنائية صاحب الرياض، يقال قبل أن يدخل في هذا المجال كان له خط جميل، فيسترزق الله سبحانه وتعالى بكتابه، كتابة على الأكفان أو كتابة على أشياء ثانية، بقلمه كان، بكتابته، بخطه الجميل كان يسترزق، يقال هكذا، إن صح هذا النقل، لا أعلم، البعض طبعا ينكر هذا الشيء، إن صح هذا النقل صاحب الرياض هو صاحب الرياض، ولكن في بداية أمره ما كان مقتنعا بهذه القوة التي يمتلكها، كان حسب ما ينقل إنسان عادي، لعله اجتماعيا دون المستوى العادي، ثم اقتنع القناعة، القناعة بأنه تمتلك قوة، ثم اقتنع بأنه يمتلك قوة كبيرة، أصبح صاحب الرياض، من أهم تلاميذ الوحيد البهباني المجدد المؤسس، وهو ابن أخته أيضا،
ولعلي لا أبالغ إذا قلت أدق من أستاذه من الوحيد البهباني رضوان الله عليه الذي توفي قبل ما يقرب من 250 عاما. القناعة، اعرف قيمة ما عندك. لا أقصد ما عندك من الأمور العادية القدرات الدنيوية، لا، ما عندك من القدرات الدينية. كم من الروايات الشريفة يحث فيها أهل البيت عليهم الصلاة والسلام على معرفة ما عندكم. نحن ولدنا في هذا الدين، فتحنا عيوننا وأسماعنا في هذا الدين، لا نعرف ماذا عندنا، نعتبرها أمور عادية. لا، هذه نقاط قوة، نقاط عظمة، والله نقاط عظمة. يا أخي أترك هذا الدين، أترك هذا المذهب، أين أذهب؟ جئني بدين جميل آخر، جئني بمذهب جميل آخر على عيني، جئني ببديل. دين النصارى دين جميل، دين الملاحدة دين جميل، جئني بدين جميل، أترك ديني. دين النصارى دين جميل، الدين الذي أنبياؤه، لا أقول أنبياؤنا، حاشا لأنبياؤنا ذلك، الدين الذي أنبياؤه يزنون، هذا دين؟ الدين الذي أنبياؤه يسقون الخمر للناس، هذا دين؟ الدين الذي إلههم ليس إلها لنا، حاشا لله عز وجل، الدين الذي إلههم من الليل إلى الصباح يتصارع مع إنسان ولا يتمكن أن يتغلب عليه، هذا الإله الذي خلق 500 مليار مجرة وأكثر، هذا المقدار الذي توصل إليه العلم، 500 مليار مجرة موجودة وأكثر، يقول علماء الفلك هكذا، هذا الإله الذي خلق 500 مليار مجرة لا يتمكن أن يصرع إنسانا، هذا دين؟ هذه مضحكة أم دين؟ دين أم طين؟ الدين الذي البنت المسكينة التي يعتدى عليها تغتصب من دون اختيارها رغما عنها إكراها إجبارا، هذه البنت تؤخذ وتقتل، حدها القتل، بنت مغتصبة هي ظلمت من قبل شخص، أن تأخذها واقتلها، حدها في عندهم القتل، هذا دين؟ ظلمها شخص أنت أيضا اظلمها أكثر، ما الذي تسمي هذا؟ أنا أترك ديني لأجل هؤلاء؟ النصارى يستهزئون بي؟ النصارى عندهم شيء أصلا؟ أم الملاحدة دينهم دين؟ دين الملاحدة الذي ينكر أبده البديهيات، العقلاء كلهم، كل عقلاء العالم لا يقبلون أن هذا الظرف الصغير فيه محارم قليلة، هذا الشيء مرة واحدة يصنع من دون صانع حكيم، من دون صانع مدبر، هذا لا يصنع من دون صانع مدبر، ولكن 500 مليار مجرة تصنع بانفجار من دون مدبر، أو بمدبر غير حكيم، أو بمدبر غير مقتدر، هذا لا أقول لا يقبله عاقل، أقول حتى المجانين العاديين لا يقبلون هذا الكلام، إلا مجنون غاية الجنون. يا أخي هذا لا يصنع من دون صانع، هذا الختم الصغير، مليارات من المجرات، البشر، الحيوانات، كلها خلقت بانفجار، هذا دين؟ أنا أترك ديني لأجل هؤلاء؟ يا أخي جئني بدين أقبل، دينك دين بهذه الدرجة من الرقي؟
الدين غاية في الجمال والروعة، غاية في القوة والرصانة. الدين تثبت كل الأمور الأساسية بالأدلة العقلية القطعية. إخواني، فرق بين ما أقول عقلي يستوعب وعقلي لا يستوعب، هذا ليس دليلاً. عندنا أدلة عقلية، يعني إما أن تقول هكذا أو نتيجتك اجتماع النقيضين، هذا يسمى دليل عقلي. أسسنا كلها نثبتها بالأدلة العقلية القطعية. ديننا بهذه الدرجة من الرصانة، لأجل أن فلان يستهزئ بي ليستهزئ إلى يوم القيامة، ما هي قيمة استهزائه ودينه الدين أصلا؟ عنده أصلا دين هذا؟ لأجله أترك نقاط قوتي؟ والعياذ بالله، والعياذ بالله، الإنسان يصبح كافرا لنعم الله لأجل فلان. هو ليثبت مكانته، ليثبت دينه، ثم يأتي إليه. الأسبوع القادم فيه مناسبات عظيمة، أعظمها ذكرى ميلاد ذلك الصامت الذي لا نظير له، ذكرى ميلاد ذلك البطل الذي لا نظير له، ذلك الشجاع الذي لا نظير له، لا نظير له في التاريخ كله، ذلك العظيم الذي وقف لمبادئه، ما تنازل عن أصغر مبدأ من مبادئه. ذكرى ميلاد سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين العظيم صلوات الله عليه. هذا إمامنا، هذا الذي نفتخر باتباعه، هذا إمامنا. هكذا كان صامدا، لا أكون إنسانا ضعيفا، أتراجع أبدا، أتراجع عن كل مصالحي الشخصية، ليس مهما، لا، لعله أحيانا يكون شيئا حسنا، أما عن ديني، أما في ديني، أما يقره ديني، من أصغر شيء في ديني لا أتراجع. هذا إمامي، أنا أفتخر بهذا الإمام، أقتدي بجزء من مليارات أجزاء صموده، أكون صامدا، أعرف قيمة ما عندي. أبارك لكم الذكريات السعيدة العطرة المباركة في هذا الأسبوع القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق الحسين، بمكانته عنده، بعظمته عنده، بقيمة دمه الشريف عند الله سبحانه وتعالى، أن لا يفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا. اللهم ارزقنا زيارته في الدنيا، اللهم ارزقنا شفاعته في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.